صحة وسعادة. صباح الخير والسعادة وراحة البال. أصبح عليكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. دائماً أعزائي المستمعين، بداية الأسبوع عبارة عن بداية جديدة لكل أحلامكم ولكل ما تسعون له. أتمنى أنكم تأخذون خطوات صغيرة لتحقيق هذا الحلم الكبير. يسعدنا دائماً تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقاتنا لليوم، وطبعاً أذكركم بأرقام التواصل معنا واللي هي 600-551-414، وللرسائل النصية القصيرة 4006. وفي بداية البرنامج رحب بفريق العمل من هيئة الصحة بدبي، وكذلك في التنسيق والمتابعة من إذاعة نور دبي بتكون معنا زميلتي ميرا الخفلي، وفي الإخراج بيكون معنا مخرجنا وائل القواسمة. وأطيب التحيات مني محدثتكم آمنة آل علي، وبكون معاكم خلال هذه الساعة. مثل ما عودناكم في برنامج صحة وسعادة نتناول آخر الأخبار الصحية والعلمية اللي تهم كافة أفراد المجتمع، وأكثر المناقشات والحوارات والأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي. وأيضا اليوم بتكون عندنا فقرة مميزة بنتكلم فيها عن الطرق الطبيعية لزيادة الوزن بالنسبة للي يعانون من النحافة. وفقرتنا الأخيرة اليوم بتتكلم عن الصحة النفسية وأهميتها في محيط الأسرة. ومثل ما عودناكم نبدأ برنامج صحة وسعادة بخبرنا لليوم. الخبر يقول: مادة غذائية مثالية لخفض مستوى ضغط الدم. أعلن علماء من أستراليا والولايات المتحدة أن تناول الزبادي يومياً يساعد على تخفيض مستوى ضغط الدم لدى الأشخاص اللي يعانون منه. وتشير مجلة International Dairy Journal إلى أن باحثين من جامعة جنوب أستراليا بالتعاون مع علماء من جامعة ولاية مين الأمريكية درسوا العلاقة بين احتواء النظام الغذائي على الزبادي وضغط الدم وعوامل خطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية. وقارن الباحثون النظام الغذائي للمشتركين في الدراسة مع مؤشرات حالتهم الصحية، واكتشفوا أن تناول الزبادي أحيانا يساعد على تحسن الحالة الصحية لدى من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم، وأن من يتناول الزبادي يوميا بانتظام يقل مؤشر ضغط الدم عنده أقل بسبع نقاط مقارنة بغيره. وأكد الباحثون أن منتجات الألبان وخاصة الزبادي قادرة على تخفيض مستوى ضغط الدم، لأن هاي المنتجات تحتوي على عدد من العناصر المغذية بما فيها البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم اللي تساهم في تنظيم مستوى ضغط الدم. وأشاروا أيضا إلى أن الزبادي على وجه التحديد يحتوي على بكتيريا قادرة على إنتاج البروتينات اللي بدورها تؤثر في مستوى ضغط الدم. يعني أعزائي المستمعين، خبرنا اليوم للي يعانون من ارتفاع في ضغط الدم، تتناولون الزبادي مرة في اليوم ممكن يقيكم من ارتفاع ضغط الدم. دائما في برنامج صحة وسعادة نتناول معاكم مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها، سواء على صفحات هيئة الصحة بدبي أو الصفحات ذات العلاقة والشؤون الصحية. وبتكون معانا اليوم زميلتي أسماء الجناحي تحدثنا عن هذه المستجدات. صباح الخير أسماء. صبحكم الله بالنور سرور عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. يا هلا فيك أسماء، شو عندك أخبار تخبرينها لنا؟
ناخذ مجموعة من الأشياء. طبعاً كانت عطلة نهاية الأسبوع، فريق حياة الصحة، الرجال والنساء كانوا مشاركين في الألعاب الحكومية، وهاي مثل ما يقولون بطولة أو مسابقة أو البرنامج الرياضي يسوونه في كل عام في إمارات دبي. نعم. أيضاً من ضمن الأشياء اللي نحن حطيناها بمن ناحية موسم سفر موسم شتاء، فحطينا مجموعة من النصائح في قنوات التواصل الاجتماعي لسفر آمن في ظل جائحة كوفيد. بحسن في الانستغرام حاطين بطريقة وايد مهمة قبل السفر شو لازم يسوون، أثناء السفر شو لازم يسوون، وأيضا بعد السفر شو لازم يسوون. من النقاط المهمة نحن دائما ننصح الأشخاص قبل ما يسيرون دامنا موسم شتاء موسم إنفلونزا أن يأخذون لقاح الإنفلونزا، وأيضا يأخذون الجرعة الداعمة من لقاح كوفيد، لأن الفيروس في كل مكان ويتحور في كل مكان. وهذه من ضمن النصائح نحن ننصح أن الواحد يكون ماخذ ومجهز نفسه ومحصن نفسه قبل ما يسافر، على الأقل على الأقل أسبوعين قبل السفر أن يكون مجهز نفسه. ايضا من ضمن الاشياء اللي نحن نحب ناكد عليها قبل السفر ان الواحد يستشير طبيبه اذا كان عنده اي امراض قبل ما يسافر، وايضا انه يعني يختار الدوله اللي بياخذها الاقل اقل خطوره. الفيروس في كل مكان، لكن اذا بيسافر يختار الدوله ويبحث عنها ويبحث عن النظام الصحي فيها ويبحث عن التفاصيل الخاصه بذلك. ايضا ان عياده المسافرين انهم يقدرون يستفيدون من الخدمات في عياده المسافرين. نعم اكيد اسماء، السفر الحين ما مو بنفس السفر قبل، فصحه الانسان اكيد مهمه، والاشخاص اللي مقبلين على السفر مثلا ننصحهم دائما انهم يتوجهون للمراكز الصحيه يتاكدون وياخذون لقاحاتهم. فاسماء هاي كانت نصايحكم. بس في الالعاب الحكوميه نحن شو مسوين؟ شو حمزه عباس ما خبركم شو امورنا في الالعاب الحكوميه؟ نحن ما تأهلنا النهائي، لكن الألعاب كلها تحتاج كلنا مشاركين، وكان فريقنا من الفرق المميزة في الألعاب الحكومية. لكن الألعاب الحكومية هي ما تكون بس عن القوة واللياقة، لكن فيها أكثر من جانب اللي هو روح الفريق، أيضا من ضمن الأشياء اللياقة وروح الفريق والأفكار الألعاب الإبداعية أو الفكرية أنت ما يسمونها. نعم. تقريبا كان فيها أكثر من شخص في هذا العام، وهذه السنة كان فيها أيضا بطولة خاصة أو فئة خاصة بالألعاب المجتمعية أو الفئات المجتمعية. نعم. وهذه مثل هذه الألعاب الحكومية أو الرياضات تساهم في مثل ما نقول تكاتف الأفراد وشوفينهم يساعدون بعض. الصراحة حضرت الألعاب الحكومية يعني من التلفزيون وشفت روح التعاون الجميلة بين جميع الفرق. فأسمى شكرا لك أيضا لقيتي الضوء على الألعاب الحكومية. هل عندك معلومة أخيرة حول وسائل التواصل الاجتماعي حابة تطرقي لها؟ من ضمن الأشياء نحن ما زلنا نتصل لمجموعة من الأسئلة حابين نأكد عليها بخصوص تطعيم كوفيد-19. أول شيء إذا كانوا سياح، التطعيم فقط للمقيمين في دبي وليس للسياح. المقيمين لما نتكلم عنهم هم اللي عندهم إقامة في دبي، اللي مقيمين في دبي وحاملين إقامة ثانية إمارة ثانية من عمر 12 سنة فما فوق. بالنسبة للجرعة الداعمة هي من 18 سنة فما فوق، ممكن يحجزون من طريق تطبيق هيئة الصحة بدبي اللي هو DHA App، أو من خلال اتصال مركز الاتصال للخدمات المنزلية خصوصا لكبار السن اللي هو 8342. تقريبا هاي كانت آخر مجموعة من المعلومات، نتمنى لكم الصحة والسعادة. شكرا لك زميلتي أسماء الجناحي، وأتمنى لك الصحة والسعادة. دائما أعزائي المستمعين أسمى تناولنا آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي، وتقدرون تعرفون عن هذه المستجدات على حسابات هيئة الصحة بدبي يعني مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا. ولكن أكثر موقع ممكن أنكم تستفيدون منه واللي هو تطبيق إنستغرام، بتحصلون على DHA_دبي كل المعلومات اللي تخص اللقاحات، تخص السفر، تخص كل المواضيع اللي تهمكم على DHA_دبي. تأخذون هاي المعلومات وتكون معلومات موثوقة ومعتمدة.
وأيضا أعزائي المستمعين دائما أحب أذكركم برحلة التبرع بالدم. مجرد أنكم تدخلون على تطبيق DHA تضغطون على خدمة دمي وتعبون الاستبيان الموجود. هذا الاستبيان لازم دائما نوضح أن هذا الاستبيان لسلامتكم، لسلامة الناس اللي تتبرعوا لهم بالدم. مجرد أسئلة بسيطة تك 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 خلصتوا الاستبيان هذا، وبالتالي خذيتوا لكم موعد العيادة، يعني مركز دبي للتبرع بالدم موجود من الساعة 8:30 الصبح لين من الصبح الساعة 7:30 لين الساعة 8:30 المساء. في أي وقت تقدرون تبرعون بالدم موجود مركز دبي للتبرع بالدم داخل مستشفى لطيفة. تتوجهون لمستشفى لطيفة وتحصلون مركز دبي للتبرع بالدم. هناك أيضا ما شاء الله يعني زرت مركز دبي للتبرع بالدم، هناك خيمة كبيرة والإقبال من فئة الشباب الصراحة يثلج الصدر. كنت رايحة بتبرع بالدم بس للأسف الهيموغلوبين عندي طلع نازل وما قدرت أتبرع بالدم، ولكني أحث كل المستمعين وسعدت أني شفت أيضا شباب مواطنين شفت من كل الجنسيات وشفت الإقبال ما شاء الله على التبرع بالدم من فئة المجتمع. يعني هاي مثل ما نقول خدمة نقدمها للمجتمع بدون أي يعني بدون أي قيمة، يعني مجرد أنت تروح تتبرع بالدم تأخذ من وقتك شوي حتى المسألة ما تطول، فيمكنكم التبرع بالدم لأن رحلة التبرع بالدم وقطرات دم قادرة على إنقاذ حياة العديد من الأشخاص. وبهذا أعزائي المستمعين نكون وصلنا لفاصلنا الأول في برنامج صحة وسعادة، ولكن بعد هذا الفاصل بنتناول الطرق الطبيعية لزيادة الوزن، فاللي حابين يزيدون وزنهم تريوننا بعد هذا الفاصل. صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا بكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. أذكركم برقم التواصل معنا واللي هي 600-551414 وللرسائل النصية القصيرة 4006. مثل ما هناك ناس دائما تحاول وتسعى وتبحث عن طرق طبيعية لإنزال الوزن، فهناك فئة أيضا كبيرة تحاول أنها تزيد وزنها بطريقة طبيعية. وطبعا هذا اللي نشوفه عند أوساط الناس اللي عندهم نحافة شديدة واللي يحرصون على صحتهم وزيادة وزنهم بطريقة غير ضارة. وهذا الموضوع اللي بنتحدث عنه اليوم مع أخصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة عفرة القطان. صباح الخير أستاذة عفرة. صباح النور والسرور، إيش حالك؟ أهلا تمام الحمد لله، إيش حالك أنت وشو الأحد معك؟ الحمد لله بخير. الحمد لله الحمد لله. استاذ عفرة، نعم استاذ عفرة، دائما نحن نعرف ان في ناس يبون ينزلون وزنهم، ولكن صدق وصدق اعرف بعد ناس وايدين، يعني احنا عندنا في العائله عندنا يعني ضعاف 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 يعني، فدوم دوم يعني ما خلوا عسل، ما خلوا بطاط، ما خلوا شيء، ما جربوه عشان مجرد انهم يبون يوصلون لوزن معين. يعني تعرفين يوم أنتي عمرك مثلاً في 20 بس اللي يشوفك يقول أنتي في 13-14، فهم يملون من هالتكرار إنه أوه وايد تبينين صغيرة. وايد تبينين ضعيفة وصحنة الهيئة الجسدية صح. فأكيد زيادة الوزن عند هالناس يعني موضوع مهم جداً، فنبغى نعرف منك بداية عن الناس اللي يعانون من النحافة الشديدة، كيف ممكن إن زيادة الوزن يعكس عليهم وعلى حياتهم؟ تمام، نبدأ بس بدايةً. هي النحافة طبعا تعد مشكلة مرضية منتشرة في هاي الأيام، هي أيضا عكس السمنة. السمنة مثلا في مراكز علاجية كثيرة ورياضية تساهم في التخلص منها. يعتقد البعض أن مشكلة النحافة ترى مشكلة بسيطة، لكن خطورتها تفقد عن السمنة. في دراسة أجريت عام 2008 أثبتت أن النحافة الزايدة مرتبطة بزيادة احتمالية الوفاة المبكرة. يعني الوفاة المبكرة كانت مرتبطة بالرجال كانت نسبتها 140% مقارنة بالنساء 100%، ونسبة الوفاة المبكرة للأشخاص اللي يعانون من السمنة كانت 50%. وأيضا في دراسة ثانية أجريت من قبل المسح الوطني الأمريكي للشباب أثبتت أن النحافة كانت مرتبطة بزيادة احتمالية العقم، هشاشة العظام، الكسور والالتهابات. خلينا نعرف أولا شو هي النحافة.
النحافة لما يكون عندنا في شيء اسمه مؤشر كتلة الجسم، نستخدم مؤشر كتلة الجسم لقياس وزن الشخص ونعرف من خلاله إذا كان في الوزن الطبيعي أو في السمنة أو في النحافة. ليش؟ لأنه يقارن الوزن مع الطول. أي شخص يقدر يحسب مؤشر كتلة الجسم من خلال تقسيم الوزن على الطول تربيع بالمتر، ونطاقات مؤشر كتلة الجسم إذا كان الرقم أقل من 18.5 راح يكون الشخص في النحافة أو نقص الوزن. الوزن الطبيعي لمؤشر كتلة الجسم المفروض يكون من 18.5 إلى تقريبا 24.9، وإذا زاد عن هذا الحد يعتبر من زيادة الوزن، وإذا زاد عن 30 تقريبا يعتبر من السمنة. إذن شو هي أسباب النحافة؟ في وايد ناس عندهم فرط نشاط الغدة الدرقية، من شي دائما ننصح المراجعين بعمل الفحوصات الدم الشاملة بما فيها الغدة الدرقية. الغدة الدرقية تسبب ارتفاع معدلات الأيض، شو راح يسوي هالشيء؟ راح يسبب خسارة الوزن بشكل غير صحي، هذا واحد من الأسباب. ثانيا أن الأمراض النفسية أيضا يمكن تأثر على اضطرابات الصحة النفسية من خلال قدرة الشخص على تناول الطعام، بما في ذلك أن الاكتئاب، القلق، وأيضا الاضطراب الوسواس القهري. أن أيضا اضطرابات الأكل اللي يتأثر على شهية الشخص، وعنده أيضا تعطي تصور وانطباع ذهني حول الجسم، أنه تعطي مخاوف أيضا تشوه صورة الذهنية الجسدية. هاي أيضا كلها تأثر على اضطرابات، تأثر على الأكل، على الشهية. أن طبعا الأشهر الأمثلة أن فقدان الشهية العصابي أو نسميه الأنوركسيا نيرفوزا، اللي هو يتمثل بعدم تناول الشخص الطعام نهائيا أو تناول كميات قليلة جدا. أن أيضا الالتهابات، أن أيضا العامل الوراثي يلعب دور مهم أيضا، فإذا كانت النحافة موجودة عند بعض أفراد العائلة أو من الأم أو الأب أيضا يكون يمكن أن يعني يتوارثه بعض الأبناء. نعم، فإذا أستاذة عفرة عرفنا عن النحافة بشكل عام، فإذا هناك أشخاص فعلا يعانون من هذا المرض مثل ما ذكرتي، هناك السمنة، هناك أيضا النحافة، فشو هي بتكون أفضل الطرق لزيادة الوزن اللي تشوفونها أنتم كأخصائي تغذية؟ أهم طريقة لعلاج النحافة نحن لازم استهلاك سعرات حرارية أعلى من اللي يحرقها الجسم، هي من أهم الأمور لزيادة الوزن. يعني إذا افترضنا أن الشخص مثلا في اليوم يحرق 1300 سعر حرارية، المفروض يحتاج أو نزيد على سعرات الحرارية اليومية أكثر من هذا العدد. فننصح إذا كنا نبغى زيادة وزن بطيء وثابت بشكل ثابت، نزيد تقريبا من 300 إلى 500 سعرة حرارية إلى الاحتياجات اليومية. أما في حالة مثلا الرغبة بزيادة الوزن بسرعة عالية، فننصح بزيادة تقريبا من 700 إلى 1000 سعرة حرارية. إنزين، النظام الغذائي هو أهم شيء، لازم يكون النظام الغذائي تناول طعام بشكل متكرر، لأن بشكل عام الأشخاص اللي يعانون من نقص الوزن أو النحافة يشبعون بشكل أسرع مقارنة بالآخرين. فأسبتي دائما ننصحهم بخمس إلى ست وجبات خلال اليوم بدل من وجبتين أو ثلاث وجبات رئيسيات كبيرة. أن أيضا الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، فبدل لا يأكلون السعرات الحرارية الفارقة نفضل أن يأكلون أطعمة غنية بالمواد الغذائية. شو يعني سعرات حرارية فارغة؟ هو مصطلح نستخدمه لوصف السعرات الحرارية الموجودة في الأطعمة والمشروبات اللي تكون فقيرة في قيمتها الغذائية، مثل شو؟ مثل الوجبات السريعة، الحلويات، المشروبات الغنية بالسكريات، هاي كلها تعتبر سعرات حرارية فارغة. دائما ننصح أنه يكون يسوون مثلا مشروبات صحية عالية السعرات الحرارية، ننصح بشرب الحليب كامل الدسم أو السموذي اللي محضر منزليا، وفي بعض المكونات الأساسية اللي لازم تكون في هاي السموذي أو مثلا في العصائر سعراتها حرارية عالية، أن الخضروات، فواكه، سوائل، منتجات الألبان وأيضا المكسرات. الخضروات نحاول نختار الخضروات اللي عالية بالسعرات الحرارية، مثل شو؟ مثل الأفوكادو، لأنه عالي بالسعرات الحرارية وأيضا عالي بالدهون المفيدة. الجزر، السبانخ أيضا تضيف لنا مكملات غذائية أو قيمة غذائية فيها. أن الفواكه نحاول نختار سعراتها حرارية عالية، مثل شو؟ مثل الموز.
الموز عندنا عالي بالسعرات الحرارية، يعني تقريبا الموز المتوسط فيها 100 سعرة حرارية. السوائل دائما ننصحهم بالحليب كامل الدسم، حليب الصودا إذا كان مثلا من نباتين، عصير البرتقال أو التفاح المحضر منزليا، هاي أيضا كلها فيها سعرات حرارية. أيضا منتجات الألبان فيها سعرات حرارية، يعني مثل الروب، الروب اليوناني، الآيس كريم، الفول فات، طبعا دائما نختار ونتجنب دائما قليلة الدسم، ودائما نتجه لكاملة الدسم. نعم. فأنا هذا تقريبا بشكل عام بس بعض النصائح، يعني أن كيف طبعا أولا يجب مراجعة الطبيب ومن ثم تحويله إلى أخصائي التغذية. بالنسبة للوزن الصحي، ما في أي وزن صحي ومثالي لجميع الأشخاص، لأن في مجموعة عوامل مختلفة طبعا تلعب دور، مثل العمر، نسبة الدهون للعضلات، الطول، الجنس، توزيع الدهون في الجسم. لكن في عدة محاولات أو معادلات لحساب الوزن. طبعا يكون يفضل أن ما نعطي رقم، لكن أنه يكون في نطاق لوزن الجسم المستهدف، يعني يكون مثل رينج من إلى. نحن ما نحب نفضل الحديث عن الوزن المثالي كهدف مطلوب، لأن يعني في بعض الأحيان صعب الوصول إليه، لكن أهم شيء عندنا التقدم التدريجي أو البسيط المستمر في كسب أو فقدان الوزن بطريقة صحية. بالنهاية ترى النجاح يعني مو هو الوصول إلى الوزن الصحي والحفاظ على ثباته، يعني هاي بتكون بتغييرات قصيرة المدى. بالعكس، إن نحن يعني هدفنا إنه يكون نمط حياة متكامل يشمل الغذاء الصحي، النشاط البدني المنتظم، يكون فيه توازن بين السعرات الحرارية المستهلكة أو اللي نحرقها أو السعرات الحرارية اللي يستخدمها الجسم للمحافظة على الصحة الجسدية. وهاي هي النصيحة بشكل عام في الأخير. بالتأكيد مثل ما ذكرتي أستاذة عفراء القطان، كل الأشياء اللي ممكن تدعي يعني تدعي إلى زيادة الوزن تأخذ وقت، فمثل ما انزال الوزن ياخذ وقت، بعد رفع الوزن ياخذ وقت، وخاصة للأشخاص اللي عندهم مثلا هذه العوامل الوراثية والنحافة مثل ما ذكرتي، فهذه الأشخاص أيضا يعني لازم يصبرون ويتحملون شوية، عشان ما في شيء ممكن إيه في ثواني، ما في شيء تاكلينه أسبوع يقول لك والله تمتنين. فالنصايح كانت في محلها أستاذة عفراء القطان. فطبعا المعلومات اللي قدمتيها اليوم عن زيادة الوزن معلومات كبيرة وقيمة، شاكرين لك أيضا تواجدك اليوم معنا في برنامج صحة وسعادة وكل المعلومات اللي قدمتيها. العفو، حياكم الله أختي، حياكم الله. شكرا لك. أعزائي المستمعين، كانت معنا الأستاذة عفراء القطان أخصائي التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، كلمتنا عن الطرق الطبيعية لزيادة الوزن. أعزائي المستمعين، بنطلع معاكم الحين فاصل وبنرجع نواصل فقرات برنامج صحة وسعادة، ولكن بعد الفاصل عندنا موضوع وايد مهم، بنبدأ سلسلة من حلقات الصحة النفسية مع الدكتورة أزهار محمد أخصائي نفسي أول إكلينيكي تخصص أطفال وأسرة، بنتكلم فيها عن الصحة النفسية للأهل وتأثيرها على الأطفال. تريونا بعد هذا الفاصل. صحة وسعادة. يا هلا ومرحبا بكم في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. هذا البرنامج تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي. نذكركم برقم التواصل معنا أعزائي المستمعين، إذا حابين عندكم أي أسئلة تواصلوا معنا ومع الطبيبة اللي بتكون معنا الآن، يمكنكم التواصل على الرقم 600-551414، وللرسائل النصية القصيرة 4006.
دائما في برنامجنا نحاول نسلط الضوء على المواضيع اللي تهم كل أفراد المجتمع، وموضوعنا اليوم أكيد مهم لأن نحن دائما نتناول صحة الطفل، نقول شو الأطعمة المفيدة للطفل، شو هي الحالات أو الأمراض اللي يواجهها الأطفال وطرق علاجها، ولكن موضوع الصحة النفسية للطفل والعوامل السلبية المؤثرة في صحتها، كيف ممكن أن نحن نعزز الجوانب النفسية لدى الطفل وأهمية هذا التعزيز. يسعدنا دائما أن تكون معنا الدكتورة أسهار محمد، أخصائي نفسي أول إكلينيكي طب أطفال وأسرة في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير دكتورة. صباح الخير عليك يا أخت آمنة وللمستمعين الكرام، وأنا أسعد أني أكون معكم صراحة حلقة جديدة، وأشكركم على مجهودكم في المجال هذا. شكرا لك دكتورة، ونحن دائما أسعد بتواجدك معنا لما تطرحينا من مواضيع تهم أفراد المجتمع. دكتورة، نحن وعدنا المستمعين أن نحن بنبدأ سلسلة من حلقات الصحة النفسية اللي بتكون يعني مثل مرجع لهم إذا حابين أنهم يستفيدون أو يثقفون من جانب الصحة النفسية سواء للأهل أو الأطفال. إن شاء الله، وإحنا حابين نسمع منهم أكيد وأفكارهم واقتراحاتهم تهمنا جدا. نعم دكتورة، إذا بنتكلم بداية عن أهمية الصحة النفسية للأهل. طبعا الصحة النفسية جدا مهمة، صحة نفسية الأهل تأثر على الطفل بشكل واضح، لأنه أخت آمنة والمستمعين أنه الطفل كيف يشكل شخصيته وتوجهه في الحياة وتوجهه لنفسه للعالم يستمد من وين؟ من الأهل طبعا. فإذا الأهل يعانوا مثلا من ضغوطات نفسية أو أعراض أو اضطرابات وهذه غير معالجة، هذا طبيعي أنه يعرض الطفل الخطورة أكبر، وأنه ممكن يعاني هالطفل من مشاكل عاطفية نفسية اجتماعية أكاديمية وسلوكية طبعا. لأنه إذا الأم والأب أو الأفراد الأسرة أو الاثنين مو قادرين يعتنوا بنفسهم نفسيا، فالسؤال اللي يطرح نفسه كيف يقدروا يعتنوا بهالطفل أو يتواجدوا حتى عاطفيا لهالطفل، فهيكون في صعوبة حتى بتكوين أو تطوير الرابطة بينهم وبين الطفل اللي هي أصلا أساس نفسية الطفل يعني. وإحنا ما نتكلم عن الطفل الحين بس، نتكلم عن مستقبل هالطفل، لأنه ممكن الأعراض هذه أو الاضطرابات هذه تنتقل من جيل إلى آخر إذا ما تعالجت من بدري، فيفضل الأجيال والشريط والنمط يكرر نفسه. فعشان كده إحنا نقول ضروري إنه الأهل يعتنوا بنفسهم نفسيا ويتلاحقوا هل أي مؤشرات، وملازم يكون في اضطرابات أو تشخيص، ممكن تكون ضغوطات الحياة، لكن إذا ما عالجناها بدري ممكن تتطور إلى اضطرابات وأعراض تكون لها أبعاد أكثر على الطفل. نقطة كمان أخيرة بالنسبة لهالسؤال، إنه الطفل برضو أو حالة الأهل النفسية، أنا أقول لهم ما تبدأ بس لما الطفل بس لما يعني يكبر، تبدأ من حتى من قبل ما لما الأهل يبدأوا يقرروا حتى على قرار الإنجاب، لأنه فترة الحمل وما بعد الولادة كلها مهمة بالنسبة لتطوير هالطفل، فلازم الأهل يعني يكونوا واعيين ويكونوا عارفين إيش المؤشرات النفسية وإيش الضغوطات اللي بتأثر عليهم وعلى هالعلاقة، لأنه الطفل كمان ينتبه، إحنا نفكر إنه ما ينتبه، لكن أطفال بصراحة من سن صغير ومبكر عندهم قدرة على الإحساس حتى من وقت ما يكون الطفل الرضيع. بالتأكيد دكتورة، مثل ما ذكرتي يعني إذا نقول حجر الأساس هي الصحة النفسية للأهل، إذا كانوا الأهل ناس مهتمين بصحتهم النفسية، ومثل ما ذكرتي أيضا ليس فقط يعني الصحة النفسية بمفهومها العلمي، ولكن أيضا التوتر وضغوطات الحياة الطبيعية اللي يمر فيها كل الأشخاص، إذا كانوا الأهل واعين لها ومركزين عليها. وكذلك ذكرنا دكتورة نقطة التخطيط للإنجاب والتخطيط لأن الشخص يكون يعرف شو اللي جاي ويكون مستعد لهذا الضغط القادم. فإذا ذكرنا دكتورة كان هناك يعني أهل لم يتوقعون اللي بيهم وما جهزوا نفسهم للواقع، وكان بينهم خلافات بين الأم والأب وكان لها تأثير على هذا الطفل، فشو بيكون تأثير هذه الخلافات؟ سؤال مهم مرة أمنا، يعني الخلاف، شوفي ما في بيت
يعني يكون ما نقدر نقول في بيت كامل صح أو perfect. بالتأكيد ما في خلافات صح يعني في الخلافات موجودة في كل بيت عندنا لكن... ولكن مستويات يعني بعد دكتورة. بالضبط بالضبط هذه النقطة هي اللي أهم المستوى الخلاف طبعا هل هو خلافات مستمرة مزمنة شديدة هل توصل لا سمح الله إلى عنف اللي نسميه العنف أسري أو هل ساعات احنا شوفي ساعات الخلافات كويسه للطفل ليش لانه احنا نوري اذا كانت طبعا نتعامل معها بطريقه متزنه صحيه وايجابيه فاحنا نوري للطفل كيف نقدر احنا نحل المشاكل ونحل هالخلافات بطريقه يكون فيها تفاهم وحوار الى اخره لكن مو كل خلاف يعني مو كل خلاف يكون في خلافات طبعا مضره زي ما تكلمنا فالطفل ايش يصير فيه لما يتعرض لخلافات مزمنه ويوميه بين الاهل أول شيء يمكن الطفل هذا يتشوش تفكيره يبدأ يأخذ أنا أشوف أطفال يبدأوا يأخذوا دور المصلح الأسري نعم. يبدأوا يتحملوا مسؤولية الإصلاح بين الأهل أو يبدأوا حتى يلوموا نفسهم يحس أنه أنا السبب بهالخلافات هذه اللي بين أمي وأبويا بالتأكيد دكتورة يعني عفوا بس عندنا مداخلة هاتفية بناخذها معانا ونكمل محورنا معانا سعيد من دبي هلا فيك أخوي سعيد السلام عليكم يا هلا فيك تفضل جميع المتابعين اهلا بس اخوي سعيد الصوت عندنا مو واضح اي كنديشن كنديشن سكر كنديشن اي والله مو متحرك عشانكم تفضل زين اي زين الحين صوتك واضح ان شاء الله دخل زين الله يسلمك كل الكلام اللي قلتوه ممتاز ممتاز بس يحتاج له قاعده مهمه تفضل وما حد بيخالفني عليها ان شاء الله لأن شوي التربية زين كيف تكون تربية سليمة صحيحة يعني كاملة زين إذا طبقت كل بيطبق كل الكلام اللي أنت قلتوه تمام بس يحتاج إلى شيء مهم قبل الولادة هي الدكتورة قالت من الحمل أنا أقول من قبل الحمل يعني يكون يعني الوالدين يكونون يعني يكون أكلهم حلال يتغذون بالحلال ويغذون الجنين في بطن أمه بالحلال هذا أهم شيء أهم نقطة هاي المفروض يعني اللي مات النساء نعم والذكر هي والذكر وأثناء الحمل وقبل الحمل وبعد الحمل يعني كل هذا متكامل يعطي يجيب نتيجة ممتازة إن شاء الله إن شاء الله بالإضافة إلى كلامكم الطيب تسلم أخوي سعيد الله تسلم الله يسلمك تسلم مشكور على هاي المداخلة تسلم الله يحييك دكتورة أسهار يعني الصراحة أخوي سعيد ذكر موضوع مهم إذا هو يقصد بالأكل الحلال اللي هو العمل الصالح أن الإنسان دائما ينتبه لعمله لأن عمله هو مصدر رزقه هو اللي بالتالي بيخليه يصرف على هالأطفال وكذلك دكتورة يعني مداخلتك كانت مهمة من ناحية أن الأهل أيضا يكونون على وفاق ومستعدين لتربية الأبناء إذا بنرجع دكتورة لمحور حديثنا عن خلافات بين الأم والأب وتأثيرها على الطفل أول شيء أشكر أنا زيك أشكر الأخ سعيد على ذكر هالنقطة المهمة جدا لأنه فعلا هو ما يعني نقطته أنا ذكرت أول شيء بوضح ذكرت أنه النفسية الأهل تبدأ لما يقرروا حتى على الإنجاب الجهة طبعا ذكرها جدا مهمة وإحنا متفقين معها 200% لأنها متعلقة بالروحانيات والذكر والأمور هذه كلها على فكرة في دراسات أكد لنا كمان أنها متعلقة بالنفسية فهذا إحنا متفقين معه ونشكره مرة ثانية على المداخلة بالنسبة للخلافات إذا رجعنا لها طبعا إحنا أنا أقول للأهل يعني قد ما نقدر نحمي الطفل أنه مهما كان مرحلته العمرية أنه يدخل في الخلافات أو يتعرض لها فعشان ما نحمل المسؤولية هذه خلافات الأهل المفروض تبقى بين الأهل بصراحة يعني ما فهذه يمكن كثير من حتى الطفل الرضيع على فكرة يتأثر وجدوا أنه يتأثر تعرضوا للخلافات فدائما أسمع الأهل يقولوا لي مثلا لا هو صغير يمكن ما يستوعب يمكن ما عنده القدرة لسه أنه يفهم إيش ساير لكن كل طفل من زي ما قلنا وقت الحمل إلى ما بعد يحس ويشعر ويتأثر بهالخلافات فأنا نصيحتي دائما إنه وإذا الطفل عنده أسئلة على خلافات هذه نجاوبه كمان نجاوبه بصراحة ونقول له هذه مسؤوليتنا إحنا الكبار عشان نحلها مو مسؤوليتك أنت كطفل نعم وأكيد دكتورة نحن ما نقول إن نحن ناس معصومين في ناس ممكن في لحظات يطلعون من دائرة الغضب ممكن ما ينتبهون إن حتى الأطفال موجودين
الغضب وتأثيره يعني الكبير على الطفل وانعكاساته عليه. ولكن قبل ما نتناول موضوع الغضب دكتورة، أيضا عندنا استفسار على رسائل النصية القصيرة عشان يمدينا الوقت نرد عليها. أم راشد تستفسر تقول: صباح الخير، عندي ولد عمره 12 سنة، حاولت معه أسلوب الثواب والعقاب وبكل الطرق وعلى فترات كذا سنة، بس مو بقادرة أغير أسلوبه في التعامل معنا أو مع أخوانه وخواته. يحب يستفز الجميع، وإذا أخوانه يلعبون يصير ويضايقهم وبعدين يقول ما سويت شيء. هو طيب وحنون. حبيت يعني وصف الأم لطفلها تقول هو طيب حنون وعطوف والجميع يشهد بأخلاقه برا البيت، بس في البيت العكس، حتى أنه يعلي صوته علي وعلى عمته ويدته، إلا أن أبوه طبعا ما يتجرأ، وللأسف يعني الأب لا يتخذ القرار الصارم، إذا عصب عليه يكون يمكن 5 دقائق، ها إذا طول. فهو الولد ترتيبه الثاني من بين الأبناء، على كثر ما الاستفسار طويل ولكن فيه معلومات مهمة. تقول أن ولدها دكتورة مختصر مفيد عمره 12 سنة وما فاد معاه الثواب والعقاب، وعيب الوحيد أنه داخل البيت مستفز، ولكن هو برا البيت إنسان يعني جدا مميز. فشو شو بتكون نصيحتك لأم راشد؟ طيب نشكر أم راشد طبعا عشان شاركتنا في تجربتها، لأنه أكيد أهالي كثيرة ممكن يعانوا أو يشعروا بنفس الشيء اللي هي لا دكتورة مرينا بهالشيء. تخيلي كان عندي أخت في البيت هادية تماما، مرة المرات استدعونا استدعاء ولي الأمر، وأمي مشغولة صرنا أنا واختي بدالها، ذكرها اليوم انصدمنا بكمية الأشياء، قلنا كيف هاي ما تتكلم في البيت، إذا شلون طلع يعني دائرة الأصدقاء، يعني أختي كانت مشكلتها دائرة الشلة اللي هي معاها، فنقلناها مدرسة ثانية سوت بخير. يعني شو ردت لي؟ شوفي أمنا، أنت قلتي نقطة مهمة، سوري قطعتك، إنه قلتي نقطة مهمة، إن أنت لقيتوا حصلتوا العامل اللي مأثر عليها صح؟ إنه هو كان دائرة الأصدقاء، لأن زاقرين كل الأمهات ونفس الشلة، فعرفتوا مسكتوا الخيط وعلى طول تلاحقتوا الموضوع وحلتوه. بالنسبة لأم راشد طبعا أنا يعني ما أقدر أعلق، لأن أنا في الحالات هذه أحب أكون عندي معلومات كثيرة أكثر، وأحب أعرف قصة الأسرة وقصة الطفل، لكن بشكل عام بجاوبها إنه أي طفل طبعاً في المرحلة هذه، خاصة هو بمر مرحلة بداية المراهقة طبعاً، يمكن هذا جزء من العوامل ما أعرف، لكن شوف يعني قبل أسلوب الثواب والعقاب، أنا دائماً أبغى أفهم ليش الطفل، كل طفل لما يسوي أو يلجأ لسلوكيات معينة بيحاول يخبرنا شيء، عرفتي، بيحاول يقول لنا شيء، بيحاول أكيد في سبب أو هدف من تصرفاته هذه. ليش تصرفاته مثلاً بحالة أم راشد، ليش تصرفات ابنها في البيت بس مش برا؟ فيمكن في بعض الأطفال يبغوا اهتمام أكثر، يمكن بعض الأطفال حاسين إنه هم يعني خاصة أطفال النص كمان ساعات شوية يكونوا يحسوا إنه هم في النص فعلًا وما في attention أو اهتمام فيهم كفاية. فلازم نعرف إيش العوامل اللي مسببة توتر للطفل هذا يعني، وكيف نقدر نعالجها قبل ما نلجأ حتى للثواب والعقاب. وبعدين في نقطة أخيرة بقولها لأم راشد طبعًا، أنا أقولها لكل الأهالي هذه، إنه لازم أسلوب التربية أو لازم يكون متفقين عليه كل أفراد الأسرة، لأنه ساعات أنا بشوف إن الأطفال يصير في عندهم خربطة شوية، لأنه الأب يستخدم أسلوب والأم تستخدم أسلوب، وساعات الجد والجدة والأهل بعد أحياناً دكتورة جهة راخية وجهة شادة يكون أحسن من جهتين مثلاً شادين، يكون للطفل ملجأ. صح كلامك بالضبط، إحنا ما نبغى شد أو راخي، نبغى إحنا يكون في توازن، يعني يكون في توازن وتوجه يعني يمكن متفقين عليه الأهالي. وما يفيد طبعا، أنا شو بنبه الأهل لشيء كمان، لا تختلفوا قدام الطفل على التربية، يعني لا يصير في اختلاف. أنا طلعت يمكن من نطاق سؤال أم راشد، بس إنه دائما يصير في خلافات قدام الطفل، فالطفل هذا يمكن يصير يتمادى أو يتزايد، لأنه يعرف إنه في ثغرة في البيت، في فجوة بين الأهل، فيقوم يستغلها الطفل، لأنه الأطفال أذكياء طبعا. نعم دكتورة، لو أم راشد حبت تأخذ يعني مثلا نقول استشارة، هي تحس أن ولدها محتاج أن هي تعالج هاي المشكلة، كيف ممكن أنها تلجأ عن طريقكم؟ وين تتواصل إذا ممكن هي تأخذ موعد؟ ممكن نعطيها معلومات طبعا، ممكن على طول تتواصل مع مركز الاتصالات تبعنا، وفي خدمات طبعا إحنا عندنا في الصحة، خدمات نفسية وأسرية لكل الأعمار طبعا. دكتور انتقلتوا للجليلة صحيح؟ ايوه، دحين صار في دمج للخدمات النفسية، يعني اغلبها مش كلها، اغلبها الحين انتقلت النفسية الى مستشفى جليلة ان شاء الله وبإذن تعالى، ونكون بنطورها اكثر واكثر ان شاء الله.
إن شاء الله. فتقدرين تتصلين مراشد على 800-342، ممكن لأطباء الأسرة أنهم يحاولونك على ناس مختصين لهذه الاستشارات، وتقدرين تعاملين مع حالة طفلك أكثر، لأن لو أكيد يسعفنا الوقت كنا بنجاوب على هذا السؤال بطريقة يعني مفصلة أكثر. ولكن دكتورة، نصيحة أخيرة لأم راشد تقدمينها على استفسارها؟ يعني أنا أقول أم راشد، يعني أول شيء لا يسبب لكم هالموضوع يعني توتر أو خوف شديد. يعني إحنا نبغى نعالج الموضوع على طول يعني قبل ما يتفاقم، وفي سلوكيات نعتبرها يمكن طبيعية أو تغييرات طبيعية مع الفترة العمرية. فأبدأ أنا بالحوار، يمكن لأنه ابنها في سن يقدر يتحاور فيه، يقدر يفهم فيه، فأبدأ أقعد أقضي وقت معه يمكن أكثر، الأم والأب، وقت فردي كمان يكون له هو. نسأله عن مشاعره، نسأله عن اللي بيضايقه في البيت، يمكن في عنده توجه يمكن احنا ما نعرفه، كمان نشوف كيف كمان وضعه في المدرسة او في الجهات الثانية برا البيت كمان. فناخدها خطوة خطوة يعني زي ما تفضلتي أمنا، والمساعدة طبعا زي ما قلتي موجودة ان شاء الله، فاذا حبت تتكلم معنا احنا موجودين اكثر يعني. نعم دكتور، طبعا الوقت ما شاء الله من الاستفسارات ما يسعفنا ان نحن نخلص موضوعنا دي اليوم، ولكن دكتورة اذا قلنا كان هناك احد من الاهالي يعاني من غضب شديد ودائما تحسين شخص غاضب، ممكن ان هذا الغضب انتقل لطفله وقام يلاحظ على طفله ايضا انه يغضب بسرعه، فشو بيكون اثر الغضب داخل اجواء الاسره واثره على الطفل بشكل عام بشكل خاص؟ يعني انت تفضلتي من اول ان قلتي ان الغضب طبعا احنا كلنا نغضب صح، يعني احنا نبغى نوصل للطفل انه في مشاعر مختلفه والغضب جزء من المشاعر هذه. فهو مو انه احنا ما لازم نغضب قدام الطفل، لكن لازم نحتوي الغضب هذا بطريقه تكون صحيه زي ما اقول. طبعا اكيد في حالات الاهل، انا اشوف الاهل يقولوا لي يجوا من الشغل طبعا، يجوا المسؤوليات البيت على طول، فيبدا التوتر يزيد، يجوا على الواجبات في المدرسه، فيكون في ضغوط يعني يوميه، ما في وقت للاهل حتى انه ياخذوا بريك لنفسهم. طبعا انا دائما اقول لهم هي احنا برايه الطفل، وتكلمنا انا وانت في هالموضوع انه احنا الطفل يمتص زي الاسفنجه، يمتص مننا طريقه او ويقلد، يبدا يقلد من سن صغير طريقه احنا تعبيرنا عن مشاعرنا. فلازم اول خطوه نتذكر انه هالطفل بيتعلم مننا. فاذا احنا الغضب نتعامل معاه بطريقه تكون عنيفه او طريقه شديده او طريقه تاثر على الاسره كلها، فلازم نتذكر انه هذا الغضب ينعكس على اطفالنا ويبداوا حتى مو الحين. انا بذكر الاهل انه مو نتكلم عن الحاضر، نتكلم عن المستقبل. فاحنا كيف نبغى اطفالنا يتذكرونا وكيف نبغى اطفالنا يكونوا كاهالي، فهذا يمكن يساعد الاهالي يتعاملوا مع حتى دكتوره يعني عفوا يعني قريت كتاب يمكن عشان ان الوقت بالتاكيد ما سعفنا اليوم ان نحن نتناول اكثر، يمكن مره ثانيه خليك دكتوره حلقه كامله لان النص ساعه ما تكفيك وما تكفي مداخلات الجمهور. ولكن احنا قريت في كتاب بدايته كان يقول ان كيف ممكن اخلي عيالي يتذكروني، يعني باكر يوم عيالي بيتذكروني، هل أباهم يتذكرون الأم المثالية ولا الأم السعيدة؟ يعني في فرق بين الأم اللي كانت مثالية دائما وخلتهم يسوون كل شيء صح ويدرسون عدل ويسوون كل شيء صح، بين الأم اللي هم شافوها سعيدة معاهم وأسعدتهم وأسعدت نفسها. فدائما الجملة هاي أتي في بالي، يعني كيف ممكن عيالي يتذكروني باكر، هل كنت أنا سعيدة أم ما قدرت أوصل مشاعر السعادة اللي بداخلي لهم؟ وكذلك دكتورة إذا بتعطينا نصيحة أخيرة عن جودة الوقت اللي نقضيه مع أطفالنا وانعكاسه عليهم في دقيقتين بالكثير. طيب بحار، حلوة جملتك كثير، شكرا يا أنا، على أن السعادة هي عن السعادة مش المثالية، ما في تربية مثالية، أنا أقول دائما في أخطاء. طبعا الجودة هي عبارة مو عبارة عن الوقت، عبارة عن المتعة المشتركة بين الأهل والطفل. أنا دائما أذكر الأهل إنه اللحظة هي هذه اللحظة اللي عندنا ما تتكرر مع الطفل هذا، كل يوم وكل لحظة تختلف عن الثانية، فإحنا نبغى نستمتع بكل لحظة يعني، ونتذكر إنه الوقت الحاضر أهم من إنه نحاتي عن المستقبل بس. أوكي، فخلينا نركز على المتعة المشتركة، خلينا نفاجئ الطفل في يومه حتى ساعات، نفاجئه ونذكره إنه إحنا نحبه. إحنا ما نتكلم يمكن عنه ونعبر عن حبنا لأطفالنا قد ما يعني المفروض مع الوقت وانشغالنا، بس يعني أبغى أذكر الأهل فيه، ذكروا أطفالكم، فاجئوهم كمان، حطوا لهم نوت مثلا قبل ما يروحوا على المدرسة،
ذكروهم أنكم تحبوهم كل يوم. هذه هي الأشياء اللي هي مهمة وهي اللي تبقى مع الطفل زي ما تفضلتي عبر السنين كمان لين ما يكبر ولين ما يصير هو كمان إن شاء الله أم أو أب يعني. ودور الأم والأب الاثنين مهم. ودكتورة أيضا يعني أنا إذا بختم يعني هذا الكلام دكتورة يعني شفت طريقة لتعامل أحد الأهل تقول أنا كل يوم أسأل عيالي تحبوني يعني أقولها أو أنت مثلا أنت الأخ الفلاني تحب أخوك الفلاني قلت لها ليش تسألينهم يعني هالسؤال ليش تقولي تحب أخوك أكيد يحب أخوه يعني by default يعني شيء أكيد قالت لا أنا أباه هو يقول أنه هو يحب أخوه يتذكر أنه هو يحب أخوه أبا يقول لي كل يوم أنه هو يحبني وليش يحبني وليش يحب أخوه وليش يحب أخوه الثاني. فيوم جربت أسأل بنتي قلت لها تحبيني قالت لي هي ماما أنا أحبك قلت لها زين ليش تحبين قالت لأن أنتي تسوي لنا مثلا كيك يعني هم بتفسيرهم صغار يعني لأن مثلا توصلين المدرسة. فأنا أحس أن سؤال الأطفال عن مشاعرهم مهم احتوائهم مهم وأيضا دكتورة نحن نتعلم دائما نتعلم. فأنا أشكر لك دكتورة هاي المعلومات الجميلة اللي قدمتيها لولا أن الوقت ما أسعفنا أن نقدم أكثر للمستمعين. شكرا لك دكتورة أزهار محمد أخصائي نفسي أول كلينيكي تخصص أطفال وأسرة في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال على هذه المشاركة الطيبة وسامحينا على ضيق الوقت. بالعكس إن شاء الله نشوفكم حلقات قادمة. شكرا لك ومستمعينا الكرام. شكرا لك. شكرا أعزائي المستمعين في ختام حلقتنا أشكر لكم حسن متابعتكم أملين أن نكون دائما عند حسن ظنكم وشكر الجزيل لفريق الإعداد فئة الصحة بدبي وفي الإخراج كان معانا مخرجنا وائل القواسمة وكذلك في التنسيق والمتابعة كانت معانا ميرا الغفلي وكنت معاكم في تقديم حلقة برنامج صحة وسعادة محدثتكم آمنة آل علي ودمتم دائما بصحة وسعادة. صحة وسعادة.